السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنجرب مع بعض ازاي نعمل اوردر اونلاين على موقع الامل شوب والدفع عند الاستلام داخل مصر. بيوصل خلال يوم او 3 ايام بالكتير داخل محافظات مصر، ومش بس كده كمان بيوصلوا خارج مصر في السعوديه والكويت واوروبا زي فرنسا وانجلترا وكل الدول الاوروبيه وكمان امريكا واغلب دول العالم. احنا ليه اخترنا الامل شوب للعبايات؟ جودة المنتج ممتازة جدا، وحسن التعامل وسرعة التوصيل وسهلة الاستبدال والاسترجاع وتغيير المقاس لو غير مناسب. ومش بس شغالين قطاعي، ده كمان عندهم جملة، لان منتجاتهم من انتاج مصنعهم. لو حد فيكم محتاج جملة او محتاج قطاعي يتصل على الرقم هسيبه لكم في الوصف تحت. ويلا بينا عشان نبدا نجرب مع بعض ازاي نعمل اوردر عبر الويب سايت عن طريق موقع الامل شوب. اول ما هنفتح موقع الامل شوب هيبان عندنا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنختار العباية اللي هتعجبنا، مثلا دي هندخل عليها. هتظهر عندنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، وهيظهر من تحت الالوان زي ما انتم شايفين، وهيظهر المقاسات اكس لارج 2 اكس لارج، المقاس اللي حضرتك هتحبيها تختاريه وهتختاري اللون اللي يعجبك طبعا. بعد كده هننزل، هيبقى عندنا مربعين، واحد اخضر واحد احمر. هندوس على الاحمر اللي هو اضافة منتج، هيظهر زي ما انتم شايفين كده. هنروح دايسين على اتمام الطلب، بعد كده هنملى الخانة دي الاسم، هنكتب الاسم، زي ما انتم شايفين كده انا كتبت اسم اسماء. بعد كده هنكتب الاسم الثاني اللي هو اسم الاب احمد. بعد كده هنيجي عند عنوان الشارع، هنكتب العنوان بتاعنا طبعا. زي ما انتم شايفين كتبت الهرم. بعد كده هكتب المدينه اللي انا فيها، الجيزه. بعد كده هنكتب الرمز البريدي، دي مش لازم تكتبوها. بعد كده هتكتب الهاتف، رقم تليفونك، عشان طبعا يبقى فيه تواصل ما بينكم وما بين الاوردر اللي هيروح لكم عبر شركة الشحن. بعد كده البريد الالكتروني، هتكتب الاسم. زي ما انتم شايفين كده سهل جدا وبسيط، مفيهوش اي تعقيدات. بعد كده هننزل تحت زي ما انتم شايفين، هندوس على تأكيد الطلب. كده انتوا عملتوا الطلب وتم الاستلام وتمام ومفيش اي مشكلة. كده احنا عملنا مع بعض الاوردر بتاعنا وتم، وهتنتظروا مكالمة من الامل شوب بيأكدوا عليكم الاوردر والميعاد اللي هتستلموا فيه الاوردر. وبس كده يا حبايب قلبي، وبتمنى تكونوا استفدتوا. زي ما انتوا شايفين ده نهاية الاوردر بتاعنا. اهم حاجة تكتبوا رقمكم كويس عشان هو اللي هيتواصلوا معاكم بيه، وكمان منتجاتهم موجودة على امازون. وبس كده يا حبايب قلبي الفيديو خلص. ولو في اي تعليقات او في حاجة مش فاهمينها او عايزين تشرح لاي حاجة اكتبوا في التعليقات تحت، وانا باذن الله هعمل فيديو جديد وارد على كل تعليقاتكم. وبالنسبة لللينك بتاع الويب سايت هتلاقوه في الوصف مع رقم تليفون الامل شوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.